لضيف مميز في هذا الموسم وهو الدكتور يوسف زيتان، وأيضا ضيفنا اليوم تعريف فيه بحد ذاته تعريف مطول، وأنا قررت يعني المشكلة عندنا في الوقت نريد أن نسمع منه وأريد أن أعرف فيه، فالتعريف المعرف بحد ذاته استهلاك الوقت، لذلك باختصر دكتور يوسف زيدان باحث وكاتب عربي مهم جدا، له العديد جدا من الكتابات المرتبطة بالفلسفة والروايات المهمة اللي أثرت علينا وما زال لي أنامل قلمه تأثير على أرواحنا بصور متعددة، واستطاع أن يؤرق هواجسنا ويستفز مشاعرنا ويستفز تصوراتنا كمؤرخين أيضا من خلال سرد الروايات اللي قدمها المتعددة، سواء يعني أنا كل يذكر تجربتي الشخصية، على الأقل أنا شخصيا تجربتي مع عزازين ومع نبطي كانت مستفزة ومؤثرة روحيا، ولكن لكل منا زاويته، لكل منا يوسف زيدان خاص فيه وانطباعاته الشخصية، إلا أن هذا المقام اليوم مقام نحتفي فيه بنقاش أعمق، يعني نقاش مرتبط بشخصيات وبكتابات خاصة أو على الأقل بموضوع خاص، وإن كان أنا أعرف أن عندكم الكثير من الأسئلة، عندنا توجهين اثنين، إما نحن نسمح لباحثنا أن يقدم ورقته في الورقة اللي هو يبيها فقط وننسى موضوع اللي أنتم تبونه، كل واحد فيكم عنده أسئلة عن شغله الخاص أو عن يوسف زيدان الخاص فيه ويبي يسأل هالأسئلة، لذلك نقلل وقت المناقشة ونعطي وقت أطول للحديث، كلا الأمرين الأمر يعني بيني وبينكم وبينك، لذلك بحاول حنا نصل إلى النصف، أنا قلت بنعطي نصف ساعة عشان الموجودين لهم يريدون أن يسألوا عن أشياء ثانية يمكن مش حين يقضى، لكن عنوان ندوتنا اليوم هي الغنوصية والرسالية في قصة حين يقضى، وبعدها بنفتح مجال للأسئلة في هذا الموضوع أو في غيره من المواضيع اللي قد تكون جاذبتكم أو كل واحد أتى ليفتحها. تشرفنا بوجودك أستاذي، وأيضا شاكرين لتعاون مؤسسة الكويت التقدم العلمي معنا في هذا الصدد، وهم دائما مع التقدير، وقسم التاريخ يحتفي بهذا التعاون اللي يسمح لنخب العالم ككل أنهم يصبحون ضيوفنا في الكلية وبين أيدينا. أهلا وسهلا فيك، شرفنا أستاذي، تفضل. اهلا بكم. هذه كليه الاداب، مش كليه الاداب كلها بنات في شمال في شرزه وفي طالبات، لا هذا من طلبه، في هذا من طلبه زعيم الطلبه زعيم طيب الدكتور سال سؤال وما جاوبتهوش، يعني هل ناخذ الوقت في موضوع المحاضره ولا نوجز فيه وندي الوقت اكثر للمناقشات؟ انا اتكلم في الطابق يا جماعه، احنا القرار ما نبي لا عادي لا عادي قاعد يسالني المحاضره عايز 3 ساعات لا لا يا جماعه تفضل، والمناقشات ممكن ترتدي الى ما شاء الله، فيعني زي ما انتم عايزين. أنا ودي تتكلم عن الكتاب هذا بشكل يعني لا مش الكتاب، عن الفكرة لا لا أو عن الفكرة، إحنا جايين نسمع منك ماذا تريد أن تقدم. أي نعم كيف ده رأي الطلبة؟ نعم يطبق موافق رأي الجميع. خلينا نتكلم بس يجود الليل والجيخار الله يخليك، خلينا نتكلم عن العنوان الغنوصية والرسالية موضوعين في حي الاقتصاد، ده الموضوع الثاني. يعني ايه الغنوصية؟ في طرق كثيرة للوصول إلى المعرفة. في منها الطريق الاستنباطي، هو يستخرج القرآن من المقدمات أو البديهيات اللي حاططها، وده منهج البحث في الرياضيات، سواء كانت علم الكم المتصل أو الهندسة، أو علم الكم المنفصل لو الحساب والجبر. في طريقة أخرى أو ثانية اللي هي الاستقراء، وده اللي بيستعمل في العلوم الطبيعية، في الطب، في
في علم النبات، في كثير من العلوم اللي هي طبيعة الفلك حتى، إنه هو بيشوف الظواهر الجزئية وبعدين يصدر حكم كلي عليها اعتمادا على ما استقرأه من الوقائع. وهناك معرفة مباشرة زي ما كده تشوفوا أمهات كلنا وتقول لك أنا قلبي مش مستريح للموضوع ده. قال ليه قلبها مش مستريح؟ طب عرفت منين؟ لا مفيش منين، ده إدراك مباشر بدون وسائط وبدون منهج معين. الإدراك المباشر للحقائق تعبر عنه كلمة يونانية قديمة انتقلت إلى العربي، اللغة العربية في وقت مبكر واستعملت، هي كلمة غنوص. فغنوصي أو غنوصية يعني معرفة مباشرة تحصلها النفس الإنسانية إذا اعتقدت عن عالم الحس. عشان كده احنا نقول عن الأولية والزهاد ان دول عندهم علم لدني. لدني هنا النسبة الى لدن الله، يعني هو التقى بروحه او بنفسه الكاملة فاستشرف الحقائق من العالم الأعلى. ادي معنى كلمة غنوص ونرجع لها تاني ونشوف تطبيقها. الرسالية هي عكس الغنوص، أن الحقائق العليا في الوجود مش في العلوم التفصيلية لا يمكن إدراكها إلا إذا جه موفد من السماء، مختار نبي رسول. هنا هو مكلف بإبلاغ أشياء عن العالم الآخر، عن الجنة والنار، عن خلق الإنسان، عن من غير ما بيقدم عليها أدلة علمية، إنما هي وحي رسالية، يعني رسالة من العالم الأعلى إلى الله. نلاحظ هنا إن الغنوصية تعتمد على الارتقاء، هي عكس الرسالية اللي تعتمد على تنزل. عايزين مثال الرسالية الديانات بتاعتنا دي قريبة، يعني الإسلام دين رسالي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسول، إلا واحد أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيخبرنا هذا الرسول بما يريد الله أن يوصله إليه. طيب وإيه حياة ابن نظام؟ حياة ابن نظام قصة الإطار بتاعها بسيط جدا، ولأنه بسيط جدا هو يسمح بتحملها ما لا حصر لها من دلالات. فكده الأساسية إن في شخص ما بينشأ منعزلا عن بقية الناس، وهذه الفكرة وردت في بعض النصوص أدبية سكندرية. يعني إيه سكندرية؟ يعني في الزمن اليوناني القديم، زمن الحضارة اليونانية اللي هي الأسبق مباشرة على الحضارة العربية الإسلامية، كان هذا الزمن اليوناني على مرحلتين. الأولى هي مرحلة ظهور الفلسفة ونشاطها في بلاد اليونان نفسها، ودي بنقول عليها تاريخيا المرحلة الهيلينية نسبة لأرض هيلاس أرض اليونان.
ثم انتقل العلم والثقافة اليونانية إلى الإسكندرية، فدخلنا في العصر الهيلينيستي، يعني اليوناني أو الهيليني المتأخر. في العصر أو في الزمن السكندري كان في ديانات وعقائد وأفكار ونفرة الغنوصية، هي منشأها من الشارع، يعني فكرة الغنوص، وإن كانت الكلمة يونانية كان الاتجاه ده ظهر في الشرق، ظهر في الهند، ظهر في بلاد فارس، ظهر في الزرادشتية اللي هي ديانة فارس قبل دخول الفرس للإسلام، نحن نقول عليها ثانوية أو نقول عليها ملهوفية، ودي ديانة بتقدس النار وبتفترض أن الوجود هو تعاقب بين عالمين، عالم الأرواح الطيبة يسموها أورامازدا، وعالم الأرواح الظلمانية مش المنيرة اللي هو إهريمان أو اللي ممكن نترجمه للشيطان أو للخواليين مظلم. كانت الزرادشتية زي ما شفنا في الأفستا أو الأبسطاق للكتاب الرئيسي ليهم بتتحدث دائما عن معاني روحية، يعني فلان كان شخص صالح قدر انه يتخلص من سيطرة المادة عليه فروحه يعني ارتقت الى الاعلى. هذه الفكرة خدوها الفلاسفة اليونانيين وبالذات افلاطون، وقال ان النفس الانسانية هي من عالم اعلى، طبعا قبل الديانات الثانية، وهبطت الى الجسم. فهي طول ما هي في هذا العالم بإمكانها أن تدرك ما يشابه هذا العالم. يعني إيه ما يشابهه؟ أفضل يشوف العالم اللي إحنا عايشين فيه ده عالم مش حقيقي، صورة لما هو موجود في عالم المزر، وبالتالي فالمعارف والعلوم الأرضية متغيرة لأنها قائمة على الصورة مش على الأصل. طيب أمال المعرفة الحقة بقى يا أفلاطون؟ قال والله إحنا نتدرب في المعارف الطبيعية وبعدين في المعارف الرياضية عشان مجردة فهي أعلى يعني شوية، وبعدين في بقى المعرفة المباشرة اللي بتكون عن طريق الديالكتيك أو الجدل، وما ترجموها للعربي الجدل، ترجمة سيئة جدا. يعني إيه مقصود أفلاطون؟ حركة الذهن من هذا العالم الأرضي إلى العالم الأعلى، حيث تستشرف النفس الحقائق التي كانت تراها قبل خلق الأجسام، وده بيسموه الجدل الصاعد. ثم الجدل الهابط هو عودة النفس وقد اكتملت بالمعرفة. وفي عبارة مشهورة لأفلاطون يقول المعرفة تذكر والجهل نسيان. المعرفة تذكر بأنه الإنسان إذا ارتقى وروحه تحررت أو نفسه فيشاهد العالم الأول اللي فيه أصول الأشياء فيفتكر وجوده في هذا الزمن. اللي ما بيعملش كده بينسى هذا العالم فبيبقى جاهل، لان الجاهل نسيان. طبعا قالوا له انت ما عمال تقول كده يعني، طب ايه الدليل؟ قالوا له الدليل نشوفه كل يوم، بنعدي على حديقه فنشوف ورده نقول يا سلام دي اجمل ورده، وبعد شويه نشوف ورده ثانيه نقول لا لا دي اجمل من اللي فاتت الصراحه. فيجي حد يقول لنا لا ده انت ما شفتش بقى الورده اللي ناحيه اليمين مثلا، فنروح نقول اه صحيح دي احلى من اليمين، وبعدين نتجول اكتر فنلاقي واحده رابعه تقول اذا احنا بنقيس على ايه؟ فين النموذج؟
النموذج في أذهاننا بس منسي. وهكذا يجي واحد يشوف شيء فيقول ده أحلى حاجة، وبعدين يلاقي نفس النوع شيء تاني فيقول دي أجمل من اللي فاتت وهكذا. إنما الأجمل على الإطلاق ما بيقدرش يحدده. ليه؟ لأنه مثال، يعني ايديا، يعني ملوش جسم، وبالتالي هو في عالم الحقائق. وكانت الأفلاطونية بهذا تشجع التجربة الروحية. طبعا الفلسفة الأرسطية عكست، قالت والنبي بلاش كلام، بلاش تقول لي فوق ولا تحت، خلينا نشوف هنا الدنيا فيها ايه. كنتوا عارفين انه ارسطو كان تلميذه الاسكندر، وبيفتح العالم يقول له وهو ماشي طب عايز حاجه يا استاذنا، هات لي مع البراسيل اللي رايحه جايه اي كائنات حيه او حاجه تقدر توصل لها. وعلى هذا الاساس بيعمل كتاب الحيوان واجزاء الحيوان، دراسات كلها طبيعيه ومباشره. طب واستاذك افلاطون قال والله العبارة المشهورة، أنا أحب الحق وأحب أفلاطون، لكني أحب الحق أكثر من أفلاطون. طيب، يجي الكلام ده بأي واحد اسكندرية القديمة، وفيها كل أصناف البشر. كان عندهم حكام البطالمة، كانوا ناس أذكياء جدا، وقالوا إحنا عايزين نعمل مدينة لا هي مصرية ولا هي يونانية ولا هي مدينة للإنسان. كل حاجة موجودة فيها في اسكندرية القديمة، الزهد والتبتل موجود، الهجون موجود، العلم والتخصص موجود، المرح والمسرح موجود، كل شيء. فكانوا بيضحكوا البطالمة، بالذات البطالمة الأول، بطليموس الأول سوتير المنقذ، وبطليموس الثاني في الأدلفوس. لدرجة إنه حتى لما جه واحد قاعد يكلم الشباب عن جمال الانتحار، وجماعة انتحروا فعلا، كان اسمه هيكاسيوس، ففي مجموعة شباب انتحروا، فبطليموس الثاني قال الراجل ده عمل كده ازاي؟ وبعدين ده مش صادق، لو صادق وهو داعي للانتحار كان انتحر هو. طب نعمل ايه بقى؟ ما نجرب بقى. قالوا له امشي من هنا مش عايزين نحكي. بس. طيب يا بطليموس الثاني في الادلفوس، في جماعه يشتغلوا في الحسابات وفي البتاع، بيقولوا ان هم يهود ونسوا الديانه بتاعتهم. طب عايزين ايه؟ يعني هم غلابه. فلو ممكن نجيب الحاخامات بتوعهم من بلد جنبنا هنا اسمها عربيا اللي هي فلسطين يعني، ويعملوا لهم الكتاب بتاعهم التوراة ده باليوناني. يقول ماشي عادي. فتترجم التوراة إلى لغة العالم آنذاك في الإسكندرية. ولولا الحكاية دي كانت ماتت اليهودية وخلصت. سيبوكم من التاريخ، عشان التاريخ انتوا عارفين مين اللي بيكتبه. مش كده؟ وكل مصادفات زي ما قال الشاعر، ومصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة، ليس لأنها نسخة عن فراديس علوية، بل لأن نبيا تمشى هناك وصلى على صخرة فبكت وهوى التل مغشيا عليه من خشية الله. ومصادفة صار منحدر الحقل في بلد متحفا للأباء، لأن ألوفا من الجند ماتت هناك دفاعا عن القائدين اللذين يقولان هيا وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين، يموت الجنود مرارا
أبدا، ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصرا ومسلطة. عاش بعض الرواة وقالوا: لو انتصر الآخرون على الآخرين لكانت لتاريخنا البشري عناوين أخرى يدرسوها طالبات قسم التاريخ في كلية الآداب. اسكندرية القديمة احتفت بكل التيارات، فانتعشت فيها الغنوصية تحت أسماء اتجاهات فكرية وديانات فلسفية معينة زي الهرمسية. ديانة ضخمة جدا وغطيت الأرض، تعتمد على تخليص الإنسان من النوازع الحسية والطمع والجشع والحاجات دي، فهو حطت تقطيفة تحصل على المعارف. فكان في التراث السكندري بعض الإشارات إلى إن الإنسان يستطيع لوحده من غير مساعدة حد أن يدرك الحقائق العليا. إنما ما عندناش نص كامل في هذا. أول نص كتبه ابن سينا. ابن سينا طبعا واحد من كبار العباقرة في تاريخ الإنسانية. مش علشان عمل القانون في الطب، مش عشان كان بيحب الستات، مش عشان كان مبدع في الشعر والفلسفة، لا، لأنه كان بيفكر بطريقة مختلفة عن زمن، أو هي أسبق من زمن، وأنا يمكن بعد بكرة عندي محاضرة في أتكلم فيها في الحتة دي. إنما من ضمن إبداعات ابن سينا إنه كتب أول نص عربي أو غير عربي بعنوان حي، هنا إشارة إلى الوجود الفعال المتحرك النشط حي. ابن يقظان، من اليقظة، ده العنوان. في قصة قصيرة طبعا عشان الوقت مش هقدر اخش فيها، بس هي رمزية جدا ولغتها عالية جدا. ممكن بس اقول لكم يعني سطور كده منها عشان تحسوا او تستشعروا طريقة كتابته. وطبعا ابن سينا مش هنتكلم بقى عنه، وهو زي ما قلت لكم توفى 428 هجرية، وكان عايش في المنطقة الشجرية من العالم الإسلامي، وكان يتولى منصب الوزارة، وتاني يوم يبقى في السجن، وحياته كانت حافلة جدا، وقت صغير حتى في السن نسبيا يعني في بداية الخمسينات من عمره. وهو في السجن في قلعة همدان كتب لنا حي ابن يقظان. بيقول ايه؟ انا نسأل في بدايتها في دباجة كده او مدخل يعني، ان حد سألتني أيها الأخ الكريم عن قصة حي ابن يقظان، فأنا يعني إيه كنت مكسلة، طبعاً كل ده مدخل أدبي، لأنه كان في السجن أصلاً، في حد هيسأله ولا هيعمله، والناس اللي ما بتقراش أدب دايماً تنخدع بالبنية، زي ما بيقولوا لي مثلاً فين المخطوطات اللي بتاعت عزازيل اللي راهب هيبة؟ قالوا لي مخطوط إيه؟ متخيلين إن الكلام ده موجود في ورق. دي يعني جزء من الخيال، لا يعني ده الإيهام الروائي اللي هو بدخلك بيه للموضوع مش المهم. فهو نفس الشيء يعني، فبيقول: ولقد حرك مني سؤالك خاطرا شريفا أفضي به والحمد لله.
طيب خشي بقى في الموضوع. إنه قد تيسر لي حين مقامي ببلادي طرزة أن ملت برفقائي إلى بعض المتنزهات المكتلفة لتلك المتعة، فبينما نحن نتطاوف إذ عن لنا شيخ بهي قد أوغل السن وأخنى عليه السنون وهو في طراوة العز لم يكن منه عظم ولا تضعضع له بطن وما عليه من المشيب إلا رواء من يشيب. طبعا هنا الكلام الظاهري إن هو وأصحابه كانوا بيتفسحوا فلقوا راجل عجوز، بس هي الحقيقة دي جهوز. إن الإنسان هيتضح طبعا كده بعد كده، وقواه المختلفة تحركت تطلب المعرفة فأدركت في لحظة ما اتصالا بالعقل الفعال. إيه العقل الفعال؟ نرجع لإسكندرية تاني. كان في تصور إن الله تعالى، الله فكرة إسلامية، إنما عند اليونان هو الصانع والخالق. ده ملوش دعوة بالعالم، بس العالم هو اللي مجازفه. طيب طب احنا بنفهم ازاي وبندرك ازاي؟ قالوا بتسلسل العقول العليا. يعني الله الواحد، الواحد بالمعنى الافلاطوني، الصانع بالمعنى الافلاطوني، المحرك الاول بالمعنى الارسطي، فكر في ذاته فظهر من ذلك التفكير عقل أول. راح هذا العقل يفكر فيما فوق وأصبحت له نفس، هنا النفس الكلية، وفكر في ذاته فصدر العقل الثاني، والعقل الثاني عمل نفس الشيء ففي العقل الثالث إلى العقل العاشر. ده بيسموه او كان الاسكندرانيين يسموه عقل ما فوق فلك القمر، او العقل الفعال في الانسانيه، او اللي بيلهمنا بالافكار. شايفين قاعدين كده عندنا مشكله وبعدين نقول ايوه طب احنا ممكن نعمل كذا كذا، جت منين دي؟ الاشراق ده جه منين؟ من تجلي العقل الفعال. الشيخ بقى البهي اللي عليه الرواء من يشيب هو ده العقل الفعال، والقصة كلها بتتحرك في الرمزية، رمزية إدراك الإنسان للحقائق بدون دعم خارجي. قصة قصيرة مركزة جدا. هيجي بعد كده ابن طفيل الأندلس، لاحظوا شوفوا نسينا عايش ناحية بقى همدان والري والحتة دي اللي هي في شمال فارس، واحنا هنا في الأندلس في اسبانيا يعني دلوقتي. ويلتقط الخيط ويكتبها تاني، بس بدل ما هي قصة قصيرة بقى يعملها رواية، ويدخل لها مدخل برضه أدب. يقول حي ابن يقظان ده أنا مش عارف، في حكايتين عنه. الحكاية الأولى إنه
المواد العضوية التراب والنحاء الشجر تخثرت في مغارة فتكونت منها أحياء، والأحياء دي تكاملت فبقى في جسم، وبعدين الجسم ده اكتمل فجي هذا الشخص حي من غير أرض ولا أم ولا أي حاجة. طبعا دي نظرية التطور، واخدين بالكم؟ وفي رأي تاني بيقول ابن خلدون إنه دي كان في واحدة أبوها ملك وكان عايز يجوزها لابن عمها وهي بتحب واحد تاني، ف يعني قعدوا مع بعض شوية هي وحبيبها، فكان في مشكلة لقاء يعني بين شرعي، فخافت فولدت الولد وادته للشغالين يرموه في اليم، فراح لحد جزيرة كده ففي غزالة ظقل يعني قعدت ترضعه لحد ما كده. وما بيقولناش هو رأيه ايه يعني في بداية حياة بيظهر ده، برضه مدخل الإيهام للقصة. بس ايه بقى القصة؟ انه هذا الشخص استطاع لوحده ان يوصل للمعارف، ولما احتك بعد كده بالعالم الإنساني وجد ان اللي هو وصله ده متجاوز كمان اللي الناس فهمته. تالت واحد هو شهاب الدين السهروي. خدوا بالكم دلوقتي احنا عندنا بنسينا نشوف بس التواصل الحضاري وازاي انه الثقافه والفكر والعلم بياتي عن تراكم. ابن سينا 428، ابن طفيل 571، السهروردي 587. ده طبعا بديع. قال انه قصه حي بن يقظان اللي كتبها الشيخ الرئيس فيها اشارات كده حلوه تشير الى الطور الاعظم يعني، انما ما كملش اتحرك في القلب، فانا هكملها وهكتبها من تاني. وهكتب قصه قالوا مش هسميها حي بن يقظان، هسميها الغربه الغربيه. طيب قول يا سهروردي. قال واحد من اروع النصوص في الادب العربي. برضو انا بعمل حسابي ان احنا قاعدين بيتين هنا النهارده، فهجيب لكم القصه بقى واقعد اشرح فيها مره. انا كنت بدرس في الجامعه وعدت الطلبه ان الاسبوع اللي جاي هناخد قصه الغربه الغربيه للسهروردي. والعيال طبعا راسوا بقى الطلبه وبقول لاصحابهم الثلاثه عشان يجيبوا وكده. القصه لما سافرت مع يعني مش راحش الا كلمه لما كان نفسي المحاضره تطول شويه عشان اقول سافرت معناها ايه، بس لقيت الطلبه كان عدى ساعتين وربع وبحس انا بالناس لما فالسلامة دي فيها مفهوم الزمن والزمن عند الصوفية والزمن التتابعي اللي احنا تابعين بيه، فكرة الوقت عند الدنيا والسفر عند الصوفية ليه معنى تاني مش المقلع هو الإسفار. لما سافرت فانا قريت بس النص وانتم يعني ايه حسوه مش لازم بطريقة غموصية. لما سافرت مع أخ عاصم من بلاد ما وراء النهر قاصدا القيروان، وقعنا بغتة في القرية الظالمة، فأخذونا مقيدين في سلاسل وألقونا في قعر بئر لا نهاية لسمكها. وكان فوق البئر المعطلة التي عمرت بحدودنا قصر مشيد وعليه أبواب عدة، فقيل لنا لا جناح عليكم إن صعدتم القصر
متجردين إذا أمسيتم العروج. أما عند الصبح فلا بد من الهوي في غيابة الجو. لازم نجعل حياتي بقى والميه وبتاع البيت والغيط. وكان في قعر البئر ظلمات بعضها فوق بعض البعض، إذا أخرجنا أيدينا لم نكن نراها. المهم إن في ليلة رأينا الهدهد وفي منقاره بقعة. هنا بقى الصعود إلى العالم الأعلى أو الحصول على المعرفة من مصدرها المباشر هو الغنوصية. فأصبح عندنا ابن سينا وابن طفيل والصهراوردي، دول ثلاث اتجاهات غنوصية. هاي بقى ابن نفيس، ابن نفيس متوفى كان 687 هجرية يعني، ويكتب لنا القصة بس باسم ايه؟ فاضل ابن ناطق. ويقول ان الراجل ده تكون تكون طبيعي في مغارة على طول، مفيش بقى ما عادش يلف ويدور زي ابن طفيل. ابن طفيل بيلف ويدور ليه؟ عشان كان عنده الجماعة المالكية في الأندلس كانوا متشددين جدا، فاللي يقول أي كلام يعني ما يعجبش تعرفين بيحصل له إيه؟ يستبدل الغمزين. فقعد يلف ابن نفيس ما كانش عنده مشكلة، كان عايش في مصر وكان رئيس الأطباء يعني وزير الصحة، فيقول اللي يقول يعني خوف بهم في الحيط. فافترض النشأة اللي هي بتاعت نظرية التطور أو اللي هنعرفها بعد كده من خلال نظرية التطور من غير ما يهلأ من طرحه ده، بس الطرح ده ما كانش بس في قصة حياة نيرتلا، ده هنلاقيه في رسائل الإخوان الصفر، وصف كامل نظرية التطور قبل داروين طبعا بقاله شوية سنة. طب عايز ايه يا ابن النفيس؟ قال والله الراجل ده كبر وقعد برضه يفكر، فوصل للعلوم الاولى الاساسيه، ثم العلوم الاعلى، ثم المعارف المجرده، ثم الرياضيات، وبعدين هنج. ليه هنج؟ عشان قال لازم بقى اللي بعد كده في اله طبعا لهذا الكون، والاله ده اكيد عنده حاجه تتقال، والحاجه اللي تتقال دي انا مش عارف اوصل لها الا لما حد يجي يقول لي. فلا بد ان يكون هناك رسول. لحد ما في يوم الجزيره دي عدت عليها مركب وفيها معطوبه يعني، فقعد عشان يصلحوا المركب، فتعرفوا على بعض وقالوا له بقى ده الرسل جت وبيقولوا كذا وكذا. قال يبقى هو ده كده مصر. لاحظوا هنا انتصر لفكره النبوه، في حين ان الثلاثه الاولانيين انتصروا لفكره قدره النفس الانسانيه على معرفه الحقائق. طبعا ده اختصار يعني اقصى ما يمكن عمله عشان اختصر لكم القصه دي، بس اللي يلاقي وقت يقراها ويفهم منها اللي يفهمها، وبعدين يبقى يقراها تاني بالذات للصغيرين والصغيرات في السن كده، لانه دي نصوص مولده دايما لدلالات جديده وفيها اللغه العربيه في اشد وسوع لها، واحنا محتاجين الاثنين. انا خلصت.